في كتاب وقع تحت يدي، يعني الذي ألفه يؤمن بلا إله إلى هنا، يؤمن بلا إله، يقول لو أنها تفلتت. هو يبين للطلاب قارئي الكتاب كم هي قوة انجذاب الأرض نحو الشمس. قال نحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي، قطر الحبل خمسة أمتار، والحبل الفولاذي اللي قطره 5 أمتار بيتحمل قوى شد 2,000,000 طن. يعني الأرض مرتبطة بالشمس بقوة جاذبية تساوي 2,000,000 × 1,000,000,000 طن. كل هذه القدرة الفلكية من أجل أن تحرف الأرض في مسارها حول الشمس 3 ملم كل ثانية. انحراف الأرض 3 ملي كل ثانية بشكل مسار مغلق حول الشمس. تماما. مليونين مليونان ضرب 1,000,000,000 طن هي قوة انجذاب الأرض نحو الشمس من أجل أن تنحرف 3 ملي كل ثانية فترسم مسار هليلجي حول الشمس. الآن لو غرزنا هذه الحبال على سطح الأرض لاكتشفنا حقيقة المليون مليون حبل، يعني أنه بين الحبلين في 5 أمتار فقط. فقط يعني تغطي هذه الأحبال كل الكرة الأرضية بمسافة حجبت الشمس. نعم. لا في مواصلات، لا في بحار، لا في مدن، لا في زراعة، لا في مكان للسكن، لا يوجد شيء. لذلك تأتي الآية الكريمة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله. يعني بعمد لا ترونها، قوى الجاذبية أعمل لكننا لا نرى، لا نرى، نمشي خلالها. تماما. وهذا من لطف الله عز وجل. يعني هل بإمكان الإنسان أن يبني بناء 100 طابق من دون ما يكون متصل بالأرض؟ لا يمكن. يعني بينه بالأرض 10 أمتار تمشي خلاله، مو معقول. هكذا الكون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. قال بعض المفسرين بعمد لا ترونها، هي قوى التجاذب. صحيح. طيب تسمح لي سيدي الكريم، بين ما قدمت من إعجاز، يعني يقف الإنسان رغم ما أوتي من قوى العقل والتفكير والسعة والتخيل، يقف عاجزا عن تخيل هذه الحقائق العلمية الموجودة. طيب سيدي الكريم، هذا الكلام نزل من 1400 سنة على الصحابة الكرام وعلى أمة العرب، حيث لم تكن هنالك مراكب استشعار عن بعد. هذا هو الإعجاز. ولم تكن هنالك يا سيدي لا تلسكوبات، ولم تكن هنالك مركبات تسيح ولا سواتل تتلمس هذه الحقائق وتقربها إلى الأذهان كما نحن نعيش في التقانية الحديثة. كيف قبل الصحابة الكرام وتقبلوا هذه المعاني وفهموها فالتزموا بأمر ذلك العظيم الذي خلقها؟ الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم له آلاف الأحاديث في القضايا التعبدية، لكنه لم يؤثر عن النبي أنه شرح الآيات الكونية لحكمة كبيرة كبيرة كبيرة، بليغة بليغة بليغة. لو أنه شرحها شرحا مبسطا يفهمه من حوله لأنكرنا عليه. تمام. ولو شرحها شرحا مفصلا نفهمه نحن لأنكروا عليه. لأنكروا عليه. تركت هذه الآيات كأداة إعجاز لهذا القرآن. يكشف هذه الآيات كل عصر بحسب تقدمه، فكلما تطور العلم كشف عن آية لم تكن معروفة من قبل. إذن 1,300 آية في القرآن دليل قطعي على أنه كلام الله، ولا يقبل إنسان واحد على وجه الأرض فيه ذرة عقل أن هذه الآيات الكونية كان تعلم أبعادها وقت نزول الوحي. الآن علمت بعد 1400 سنة. علمت طبعا. إذن هذا القرآن كلام الله، لأن كل كتاب سماوي رافقه معجزة حسية، والمعجزة الحسية كتألق عود الثقاب، تتألق مرة وتنطفئ تصبح خبرا. يصدقه من يصدقه، يكذبه من يكذبه، لكن وتصبح معجزة لمن رآها. أما هذه معجزة علمية،
كلما تقدم العلم اكتشف أن هذا الكلام من عند خالق الأكوان. الإعجاز العلمي في القرآن هي الآن المادة الأولى، هي المادة التي تقنع أي إنسان من دون استثناء أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، لأن هذا القرآن لكل البشر ولكل الأمم والشعوب ولآخر الدوران. إذن لابد من أن تكون أداة إقناع الناس به معه. جميل. لابد من أن تكون أداة إقناع الناس به معه. ف1300 آية إن شاء الله في لقاءات قادمة نبين من حين لآخر بعض هذه الآيات، لكن الآيات الكونية 1300 آية، سدس القرآن، عبارة عن سبق علمي مذهل. بعد 1500 سنة جامعات وعلماء ومخابر ودراسات وإحصائيات يتوصلون إلى معنى آية وردت قبل 1400 عام. فلذلك القرآن معه دليل أنه كلام الله. هي النقطة دقيقة جدا. فالنبي إما باجتهاد منه أو بتوجيه الله له أنه لم يشرح أبدا ما شرح هذه الآيات، يعني لو شرحها شرح مبسط لأنكرنا عليه، لأنكرنا عليه بعد تقدم العلم. لو شرحها شرح بحسب ما أراه الله لأنكر عليه أصحابه، هذه تركت. أما أصحابه حينما وصلوا إلى الله استغنوا عن كل شيء، وصلوا كما لو إلى المصدر. لو أنك في البحر، كل خلية في جسمك تشعر بماء البحر، فأنت بهذه لا تحتاج إلى دليل أبدا. الله، وصلوا إلى الله، نحن لم نصل إليه، نحتاج إلى أدلة وإقناعات وإعجاز، هم وصلوا إليه. اختصروا الطريق. الإنسان أستاذ علاء حينما يعمل لا يسأل، أما حينما لا يعمل يسأل. فكأنه حجم الأسئلة بتناسب مع العمل، قلة العمل. الإنسان حينما يعمل يقطف الثمار، صحيح، معه الدليل صار. يعني هو الحقيقة أنا أقول كلمة ما لا أدري متى مدى يعني قبولها، بس أنا الذي أراه إن الذي يشد الإنسان إلى الدين ليس أفكار الدين، مع أن أفكار الدين رائعة. الدين قدم للإنسان تفسير تصوري عميق دقيق متناسق للكون والحياة والإنسان، ومع ذلك الذي يشدك إلى الدين ليس أفكار الدين فقط. أنت حينما تصطلح مع الله ترى معاملة من الله مذهلة، ترى التوفيق، ترى الراحة النفسية، ترى التفاؤل، ترى الثقة بالنفس، ترى القوة، ترى الجرأة، لا تنافق، لا تحابي، حر، لك موقف، تحس بقدسية الإنسان. فالذي يشد الناس إلى الدين حينما اصطلحوا مع الله تلقوا من الله معاملة مذهلة، الدعم الكامل، الدعم الكامل. فهذا الدعم أنساهم كل شيء. والصحابة في تصوري حينما وصلوا إلى الله لا يحتاجون إلى طرح سؤال، مسك بيده الجوهرة، سمنة في جوهرة بإسطنبول سمنة 150 مليون دولار، وصل إلى الجوهرة فاستغنى عن أي سؤال آخر. طالما وصل إلى فالذي المنبع. لم يمسك بيده الجوهرة له مليون سؤال. صحيح. فهذا الذي يفسر أن الصحابة الكرام خففوا من الأسئلة لأنهم وصلوا إلى الله. وابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.